يحدث ذلك بحول الله ومشيئته يوم الأربعاء القادم. كلنا أمل، كلنا تفاؤل. صباحكم يوم سعودي، صباحكم وطني. هذا الحال، المباراة تبدأ الآن. معكم محدثكم عبد الله الغامدي للوصف والتعليق على مجريات 90 دقيقة لمباراة المنتخب الوطني السعودي الذي يلعب أمام المنتخب النيوزيلندي في مباراة ودية استعدادية قبل مباراة المنتخب الأسترالي. كامل الموسى يرسل لك كرة عالية وطويلة. المنتخب السعودي الذي بدل حمد يرجع لك كرة عند كامل. كامل مرور وتمرير إلى أحمد عطيف في وسط الملعب. أحمد تمرير عند الشلهوب. الشلهوب إلى الفريدي، تدخل قوي وبطاقة صفراء. أوه، البطاقة الحمراء على إيجر. البطاقة الحمراء على إيجر إثر التدخل القوي على أحمد الفريدي. حكم اللقاء ما عنده مباشرة يشير البطاقة الحمراء. أوهو، تدخل قوي بصراحة، وأعتقد بأن قرار سليم. حكم اللقاء لم يتوانى ولم يتأخر في إشهار البطاقة الحمراء. مباشرة يشير البطاقة الحمراء بذلك الإقصاء لإيجر، اللاعب الذي يحمل الرقم 4 في تشكيلة المنتخب النيوزيلندي. وبذلك منتخب نيوزيلندا الآن يفقد لاعب. منتخب نيوزيلندا الآن يفقد لاعب. 7 دقائق فقط كانت كفيلة بأن يقصى لاعب المنتخب النيوزيلندي اللاعب إيجر بالبطاقة الحمراء. تدخل كان عنيف بصراحة، تدخل قوي جدا، وأعتقد بأن اللعبة لم تكن تستوجب هذا التدخل القوي. يعني خسارة كبيرة بصراحة. لا نريد مثل هذه المباريات الودية الاستعدادية أن نعاني منها عن طريق الإصابات. كفاية المباراة الماضية أصيب سالم الدوسري. عند أحمد عطيف كرة إلى محمد الشلهوب، لم الكرة بشكل ممتاز. تمريرة عند أحمد الفريدي، الكرة عند حسن معار، منتظر كرة عرضية، عرضية أرضية من حسن، وفرصة عند تيسير، ولا زالت خطورة المنتخب قائمة، والفريدي يحاول في كرة الآن، كرة يا سلام، وحارس المرمى يتحصل. لذلك مثل هذه المباراة الاستعدادية هي انتظار لمباراة أستراليا. كرة عند حسن معار، بعد نقلة ممتازة من أحمد الفريدي، عرضية من حسن، وفرصة، وجول، جول. هدف للأخضر عن طريق نجم الأخضر، عن طريق حمد الحمد في أول مباراة مع المنتخب السعودي. يسجل حمد الحمد النجم الاتفاقي الكبير، يسجل هدف أول بعد عرضية من حسن معاذ. إذن نجم الساحل الشرقي حمد الحمد لاعب الاتفاق قال بأن المنتخب السعودي عندما فعل هذا المعسكر لمدة 2 أسبوع 10 مباراة اللي ضد المنتخب الأسترالي، أتأكد بأني سأفوز في تلك المواجهة. لكن لا إن شاء الله، كلامه مردود عليه. ونفريد الآن، الله، يا سلام يا أحمد، الله يا فريدي، الله يا فريدي، هدف رائع من أحمد، يا سلام. نيوزيلندي في المرة الأولى والنتيجة والمستوى في هذه المواجهة. حتى الآن وليد عبد الله لم يختبر في هذه المباراة، هي مباراة ودية. وهدف ثالث الآن يبدو قريب، يبدو قريب. شوف الفريدي مشاها عند ناصر، وفي المرمى ناصر. أوه، ناصر الشمراني يضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث، الهداف الشبابي الأول، واللاعب اللي يمتلك رصيد تهديفي جميل مع الفريق الشبابي، واللاعب اللي عنده ايضا اسيست بشكل عالي. لكن فرصه اضاعها الان ناصر. كورنر يلعب محمد مباشره، وصلت عند حمد الحمد، والكره عند حارس. اداء عالي، هم يحلون في المركز الثاني. كره عند محمد الشلهوب، وصلت الى تيسير. تيسير، الله عليك يا تيسير، الله عليك يا تيسير،
في الفرصة الماضية ممتاز، استلم مر في الأول كما يجب، صوب بعد ذلك، لكن حمد يلعب لك كرة في وسط الملعب عند حسن معاذ. حسن معاذ ممكن يصوب واحدة، نعم صوب حسن، كرة بيت، لكن مدينة ملبورن مدينة جميلة بصراحة، ومدينة أيضا تعتبر من المدن السياحية. كرة وصلت عند ناصر الشمراني، الله يا ناصر، حلوة كرة ناصر وحلوة تصويبة ناصر، فرصة من الشمراني كانت قوية بالقدم اليسرى لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن، أداء عالي وجميل من الأخضر السعودي، خطأ عند محمد الشلهوب، خطأ في النصف الساعة الأولى، عرضي الله، يا سلام يا محمد، الله يا شلهوب، الله يا شلهوب، أي موهبة تمتلكها يا محمد، وأي أداء عالي يا شلهوب، الله، لم تخدع حارس المرمى. أحمد يلعب لك كرة باتجاه الشلوب إلى الفريدي، الفريدي إلى الشلوب، الشلوب وحدة باليسار إلى حمد، الحمد باليمين، وحارس المرمى يتحسب، كرة ملعوبة من السوري، وصلت عند أحمد، قطع عن المنتخب النيوزيلندي، تقدم إلى الأمام، فرصة نيوزيلندية ولكن أوفسايد، تسلل لمصلحة المنتخب السعودي. الشلوب يلعب لك كرة في الناحية اليمين عند حسن معاذ، حسن يلعب لك كرة عند أحمد الفريدي، حسن من جديد كرة لمحمد، شلوب مش كرة عند تيسير الجاسم، ممتاز الكرة باتجاه الزوري، الزوري عرضية أو تصويب الكرة، أحمد اعترف يلعب لك كرة عند تيسير، تعود من الدفاعات وصلت إلى أحمد عند حمد، الحمد كرة باتجاه عبد الله الزوري، عبد الله منتظر كرة عرضية حاول فيها المرور ولكن الكرة بعد ذلك تصل من جديد عبد الله الزوري، منتظر عرضياتك يا زوري في مباراة استراليا بحول الله ومشيئته يوم الأربعاء القادم، الأطراف وبالتوفيق بإذن الله تعالى للمنتخب في اللقاء الأهم والمنتظر. ناصر الشمراني الآن يلعب لك كرة، وصلت له من جديد، ناصر يحاول فيها، يتقدم فيها، ناصر يلعب لك كرة ممتازة، وصلت له، لكن رائع اللعبة الماضية، الأول والثاني رائع، لكن الهدف الثالث قصة أخرى، هدف محمد الشلهوب قصة أخرى، هدف جميل من هذا اللاعب الجميل محمد الشلهوب، كرة عند أسامة هوساوي، أسامة إلى حسن، حسن يلعب لك كرة باتجاه تيسير، مجموعة من النقلات، خلاص يبدو بأن المنتخب السعودي نعم الآن ينتهي شوط المباراة الأول أيها الأحبة أيها السيدات والسادة، بتقدم وبمستوى عالي.